توصيات مهمة للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وقفنا عند أهميتها خصوصا الدعوة لتأسيس مجلس أعمال أفريقيا ودعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات. توصيات مهمة في نسخة كانت استثنائية، شهدت جلسات ومناقشات وتبادل أفكار على نطاق واسع. خلونا نقرأ مع حضراتكم هذه التوصيات مع ضيفنا اللي موجود معانا على التليفون، الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم صباح الخير، أهلا بك. صباح النور، أهلا وسهلا. صباح الخير يا أستاذ أكرم. صباح النور. نسخة استثنائية من منتدى شباب العالم، حضرتك إزاي شفت هذه الفعاليات والجلسات أيضا؟ طبعا يعني الحقيقة أنه زي ما احنا شفنا في السنة دي أنه المنتدى كل سنة عن سنة كان بيتطور، لكن الحقيقة هي نسخة استثنائية السنة دي لأنها جت بعد توقف سنتين، والموضوع نفسه يعني مشغول بما بعد كورونا، العالم إزاي هيتعامل في حالة استمرار الفيروس أو في حالة انتهائه، ده برضو كان شيء مهم. لكن كمان الحقيقة كل القضايا اللي تم طرحها مرتبطة بقضايا مش بس محلية، الحقيقة إقليمية ودولية مشغولة يعني شغلة العالم كله. نفس الوقت كان في اهتمام حقيقي بأفكار تتعلق بالسلام، تتعلق بأهمية إنه احنا مش بس بنواجه الفقر في أماكن محلية، لكن كمان في دول بتواجه ظلم سواء من عدم وجود لقاحات أو موضوع الفقر اللي أصبح في العالم بسبب التغير المناخي. التغير المناخي نفسه إزاي قبل كام سنة ما كان يعتبر مناقشته نوع من الترف، النهاردة أصبح أساسي في موضوع جلساته. وأظن أنه المداخلات العالمية ومداخلات وزراء ورؤساء ورؤساء وزراء في الجلسات الأولى وفي الجلسات اللي بعد كده، وإزاي ده بيتاخد لنقاشات يشارك فيها شباب بدرجة أو بأخرى. في قضايا يعني الحقيقة مهمة، وكمان الحقيقة التوصيات كانت مركزة فيما يتعلق بنفس الشيء، يعني فيها استمرار لأنه يبقى في تمويل مستمر للدول الفقيرة، يبقى فيه لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وغيره، يبقى فيه تدريبات ومنح، وبعدين الحقيقة كمان ثقة إضافية في إدارة المنتدى، وإنه شباب استطاعوا إن هم ينظموه بشكل احترافي وبشكل جيد، ويبقى كوب 27 من قمة المناخ هم اللي هينظموه. ده بحد ذاته بالظبط يعني هذه النقطة مهمة. هذه النقطة يا أستاذ أكرم اللي ذكرتها هي يعني بناء على قرارات أصدرها الرئيس بعد التوصيات اللي خرجت من المنتدى، ودي كانت واحدة من أهم النقاط، إن تكليف إدارة المنتدى ومجموعة من الشباب المصري والعالمي بالمشاركة الفورية والتنسيق لقمة المناخ كوب 27. هذه ثقة في الشباب وثقة في إدارة المنتدى إنه ما يكونش فقط منصة حوارية لكن يكون أداة فاعلة في فعاليات أخرى مهمة. بالضبط طبعا، يعني المفروض إن هو يعني دي ثقة إضافية في قدرة هؤلاء الشباب على التنظيم، وكمان انه اصبح فيه يعني فائض خبره حقيقي يمكن تقديمه سواء هنا او في الخارج. ودايما الحقيقه يعني انا بقول انه البعد الافريقي دايما موجود في سياقات مصر وموجود في المنتدى بشكل حقيقي، انه العلاقه بين مصر وافريقيا علاقه استراتيجيه، ما هياش علاقه مناظر او مظاهر او علاقات عابره، لا احنا اهتمام مصر بافريقيا اهتمام حقيقي، وطول الوقت مصر بتقدم افكار وبتقدم كمان فرص للتدريب وفرص للأفكار وإعادة التأهيل. ويمكن رئيس كمان في قراراته قرر إن هو في أعداد جديدة من أفريقيا تحصل على التدريب في الأكاديمية الوطنية أو غيره، وكمان حتى الدول ما بعد الإعمار، الدول اللي بتعاني من مشكلات، ودي كانت قضية الحقيقة مطروحة، لأنه محدش في العالم يمكن دايما احنا بنقول ان الدول الكبرى ودول العالم مشغوله بمنافساتها، مشغوله بسياساتها، مشغوله بتحركاتها، ما بتتشغلش قوي بقضايا العالم الثالث او قضايا افريقيا او كده. يمكن ده جزء مهم قوي من سياقات السياسه المصريه خارجيه او غيره، ان مصر في اي منتدى او في اي سياق بتطرح افريقيا كجزء رئيسي، انه حقها ان يكون صوتها مسموع، وحتى فيما يتعلق بقمه المناخ
كان في مفروض دول كبرى تدفع تعويضات او كده، والرئيس تحدث عن هذا الامر ويكرر ده، وكوب 27 هيبقى جزء رئيسي انه هذه الدول تجد من يتحدث عنها ويستطيع ان ينتزع حقوقها فيما يتعلق بتعديل المناخ. نعم. فالحقيقه افريقيا حاضره، الدائره الافريقيه حاضره بشكل كبير، الدول العربيه وفكره اعمار الدول اللي بتتعرض لهزات او لمشكلات مختلفه، فكره انه يبقى في طول الوقت تفاعل وسياقات لقضايا حيويه يتم طرحها بشكل كبير في المنتدى على مدى الجلسات ومناقشتها بشكل منهجي في اوقات محدده ومركزه جدا وتصل الى النتائج وتسلم بعضها، ده في حد ذاته شهاده نجاح لمنظم المنتدى واصحاب افكاره الحقيقه. وفكره العمل الجماعي يعني هو نجاح المنتدى الحقيقي، احنا بنتكلم على فريق بيعمل معا وبينبض معا وبيتحرك بيستطيع ان يقوم بعمل جماعي. العمل الجماعي ده اثبات لنظريه ان يبقى عندي سيستم ناجح ومحترم. صحيح، وعمل جماعي بدايته الحوار ومراكمه الخبرات كمان، يعني فكره ان انا يبقى عندي خبرات. انا النهارده الاعداد اللي بتتخرج بيه في الاكاديميه او غيره بتتحول هي نفسها لمدربين، بعد ذلك بقلل فكره الاستعانه بالخارج لصالح الداخل، بيبقى عندي فائض خبره وفائض وقت اقدر اقدمه واوسع ده. اصبح النهارده في امل انه فكره الاكاديميه نفسها والاكاديميات تتسع، لانه الاهم من التعليم وغيره بيجي التدريب اللي بيبقى مهم قوي لانه يعمل مهارات قادره على انه يعمل ده. ودي نقطه بالمناسبه مثاره في مصر بشكل كبير على مدى الشهور الاخيره، يعني في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي كان الرئيس حريص على انه هناك تخصصات واتجاهات مختلفه قادره على انها تجذب شباب يقدر يضاعف الدخل او يبقى لديه، على عكس بعض التخصصات الاخرى اللي هو فكره ربط التعليم بسوق العمل، وانه الفكره الافكار هي اللي بتصنع القيمه الاقتصاديه للخامات او الاشياء اللي موجوده. نعم، يمكن تكمله الكلام حضرتك استاذ اكرم، يعني ابرز التوصيات اللي خرجت ايضا الدعوه لتاسيس مجلس اعمال افريقي. صحيح طبعا، دي من ضمن التوصيات المهمه، اظن الرئيس دعاها في قرار، يعني انه فكره الشباب الافريقي، مصر لم تتوقف على مدى السنوات وجود الرئيس السيسي عن تقديم كل ما تستطيع، سواء من مبادرات صحيه مدتها لمليون افريقي للعلاج من فيروس سي او 100 مليون صحه، تقديم لقاحات، يعني انتاج وتقديم لقاحات، مصر عملت ده في الوقت اللي كانت الدول الكبيره والدول الثريه بتدي ظهرها للموضوع وبتتناقش في انها تاخد بمواطنيها فقط، مع انه مواجهه كورونا لن تتم الا بمواجهه عالميه. النقطه الثانيه، مصر بتقدم افكار تدريبيه، منح طول الوقت في جامعاتها في كلياتها في كلياتها العسكريه والمدنيه لطول الوقت، ودي كانت صيغه مصر طول الوقت، انها على استعداد كمان تقدم فكره رياده الاعمال. ودايما الرئيس يتحدث عن نقاط مهمه، اهميه الرقمنه في افريقيا، اهميه ان لديهم الشبكات القويه لنقل المعلومات والمعرفه، وانه الشراكه في المعرفه والمعلومات مع التدريب ورياده الاعمال وغيره تكون قادره على صياغه مشروعات صغيره ومتوسطه تكون قابله لانها تتوسع وتبقى عاكسه لفكره الانتاج، لانه النهضه والتقدم بتتم بالافكار اكثر من المواد الخام او الفلوس او غيره، لانه في دول كثيره بتكون ثريه وليس لديها قدره انها تولد قيمه، وفي دول بلا موارد قادره على توليد قيمه عاليه جدا لان لديها من الافكار ما يمكنها من ده. ودي النقطه اللي جزء مهم قوي التركيز فيها اللي احنا بنعمله على مدى السنوات اللي فاتت، واللي دايما الرئيس بيشير اليه انه الشباب يمكن ان يجيب عوائد ضخمه جدا في حال تم تدريبه او تعليمه في تخصصات مهمه زي الذكاء الاصطناعي زي الاي تي زي غيره. تمام. طيب استاذ اكرم، يعني حضرتك ذكرت انه مصر معنيه بمناقشه ليس فقط قضايا داخليه ولكن كمان بالقضايا العالميه. دعوه منظمه الصحه العالميه للاعتراف باللقاحات غير المعترف بها، واحنا عارفين طبعا ان مصر مصنعه الوحيده من هذه اللقاحات، في رايك يعني هذه الدعوه قد تلقى صداها، خاصه انها قضيه مهمه ويعني متعلقه بمعامله الدول الناميه بالمثل؟
لا، موضوع اللقاحات الحقيقة منذ البداية هو ليس موضوعا علميا ولا طبيا، هو موضوع سياسي بالأساس. حتى منظمة الصحة العالمية قبل ذلك سبق وأعلنت، يعني الدكتور أدنهم ده طالب قبل ذلك بالاعتراف، لأنه أوروبا مش عايزة تعترف باللقاحات الصينية والروسية، وروسيا والصين مش عايزين يعترفوا، وده ملوش علاقة بالعلم، وضحيته في النهاية المواطنين في أنحاء العالم بالذات في الدول الفقيرة. فطبعا مصر لما بتضغط في ده جزء مهم أو من هذا النقاش، إنه ننهي هذه المنافسة السياسية، وإن إحنا نعمل لصالح البشر في الأساس، لأنه حتى الدول الثرية بتحتكر إنتاج وتوزيع اللقاحات على نفسها، وما تزال بعضها بتتمسك بحق الملكة الفكرية، بالرغم من إنه في وجود جائحات هناك بنود في منظمة الصحة العالمية في مواثيق الصحة بتاعت الأمم المتحدة بتتيح للدول الحصول على أي أدوية أو لقاحات تواجه بها الجوائح أو الأخطار الحقيقية. فكل هذه منطقيات يعني، فمصر أما بتعتمد على ده وبتطرح فكرة ده في المنتدى، هي في الحقيقة بتحيي أفكار حقيقية موجودة في مواثيق الأمم المتحدة وفي مواثيق مختلفة، بتتيح للدول الفقيرة ودول العالم الثالث أنها تحصل على اللقاحات، وأنه مفترض الدول الكبرى تتنازل عن عنادها اللي بيوقف في النهاية اللي هو ضد ده، ضد صالح البشر يعني. نشكرك جدا كاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع.